الحضور الكرام مع حفظ الألقاب والمسميات، أسعد الله صباحكم جميعا. اسمحوا لي وبالنيابة عن زملاء المشاركين في مخيم الشرطة الصغير أن نتقدم بالشكر والتقدير إلى راعي مخيمنا مخيم الشرطة الصغير اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية، وكل من ساهم وشارك وقدم الدعم والتدريب والرعاية لنا خلال تواجدنا في هذا المخيم الكبير. ونخص بالذكر المقدم حقوقي حسام عواد مدير شرطة محافظة طول كرم على رعايته لنا خلال تواجدنا في هذا المخيم. ترى كل ما لا تستطيع احتماله إذا ما بدت من جانب الدرب دورها، وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر ولا كل الغياب يضيرها، فإن سرها قبل الفراق لقاؤه فليس بمأمون عليها سرورها، متى تبصر القدس العتيقة مرة فسوف تراها العين حيث تديرها. اليوم الختام لمخيم صيفي للشرطة الصغير، جرى الاستعداد خلال تدريب لمدة أسبوعين لصقل مهارات الطلاب وتعريف مهمية النظام والقانون وتعامل كيفية التعامل مع إذا في حال مشاهدتهم لأجسام مشبوهة، عن المواد المخدرة، المرور، النظافة، يعني في كافة مناحي الحياة. الهدف من صقل شخصية الطالب الفلسطيني للوصول إلى مجتمع نظامي يلتزم، يعرف معنى كلمة القانون والنظام ومدى أهميته حتى ينعكس على البيئة التي يعيش فيها، وكذلك من خلال التواصل مع أسرته وزملاء الطلاب في المدارس في السنة القادمة إن شاء الله. اسمي رؤى حسام راشد من قرية بيت ليد. أنا دخلت بهذا المخيم الشرطة الصغير إنه الشرطة علمتنا كيف إننا نصير بالمستقبل، يعني أعطتنا خبرة أو نواة إنه كيف بدنا نصير بالمستقبل، وإنه بتدافع عن الوطن وبخدمة الشعب. اسم زيد إياد حمد. بالنادي كنا نتسلى وناخذ محاضرات عن الشرطة ونتعرف على المعلومات اليوم اللي بتخص حياتنا اليومية وبتخص حياتنا وحياة الشرطة، واحنا بنشكر الشرطة اللي ساعة واللي عملنا هذا المشروع، نشكر شكر جزيل. أنا ضياء مفيد عبد الرزاق حسين من بزاري، عمري 13 سنة. كان النادي حلو، بلشنا بتدريب كيف آبائنا كانوا يتدربوا، كيف آبائنا كانوا يتدربوا، كانوا يعطونا محاضرات تطوعية كالابتعاد عن الأجسام المشبوهة والتكلم للكبار وعدم التقرب إليها والمخدرات، وكانوا يحدثون عن القدس كيف الاحتلال الآن يحتلنا.